بمصنع الأقمشة في تيزي وزو كان اللقاء الأول تلاه لقاء تحسيسي بعاصمة الولاية مع فعاليات المجتمع المدني، لتتواصل الجولة إلى مصنع السيراميك بعزازقة وزيارة إلى مصنع النسيج بعين الحمام، لتختتم الزيارة بأث يحيى بأعلي جرجرة بقاعة سينما معطبل والناس من أجل التحسيس بأهمية اقتراع الفاتح من نوفمبر. المنطقة نتاعنا هو الإصلاح وترك المجال لفئات شبانية بعد اطمئنان على الجزائر. هو زيد نفكركم قلت لكم قبل أنه كان الناس ضحوا بروحهم قبل الاطمئنان على الجزائر. ما كانش على باله واش راح يصرى وراه، ولكن كان متأكد أنه التضحية نتاعو ماهيش يعني باطلة. ما يهموش واش يصرى، ولكن حنا اليوم رانا نشوفوا ماذا بينا من بعد ما نطمئنوا على الجزائر في أقرب الآجال. وبهذه النصوص الجديده خاصه التعديل الدستوري الفئات الشبانيه ياخذوا زمام الامور، الكفاءات الوطنيه اللي عندها يعني حاجه اضافه يبالي رجوت الى الجزائر تاخذ زمام الامور. الزياره الى عاصمه جرجره جاءت من اجل اعطاء ديناميكيه وروح جديده لليوم الموعود.